كابتن احمد، لما واجهت الاهلي، اهلي كولر واهلي موسيماني، مين مدرب شفته كان اكثر تركيزا او يعني كرييتيف شويه او مبتكر اكتر في الملعب؟ شفت مين؟ انا مش عايز اقول لك مين احسن يعني، بس والله المبتكر اللي هو الاهلي. الاهلي مش المدرب. الاهلي هو الاهلي قوي يعني، موسيماني، كولر، هولمان، توسوبل، اي حد بيجي يمسك بيبقى الاهلي قوي يعني. الاهلي يعني منظومه بتنجح مدرب، لكن هو كولر من المدربين يعني المنظمين. مش حته يعني، مش يعني حته الابداع في الكوره دي يعني، لسه احنا ما وصلناش في الدوري المصري بشكل عام حتى في الاهلي. لا احنا يعني حته الابداع المدربين، انا بتكلم عن المدربين. فاهم. حته الابداع المدربين بتشوف طرق مختلفه، كره متسلسله من تحت لفوق بشكل عدد دقائق، مش دقيقه ولا دقيقتين، عدد دقائق كبير. لا احنا لسه حته الكرييتيف بتاعت المدربين في الدوري المصري لا مش ظاهره قوي يعني، حتى في الاجانب بما فيهم كولر وسوري وباقي المدربين. انا بتكلم على الدوري عموما، انا بتكلم على الماده، على الماده اللي احنا بنشوفها. على الماده اللي بنشوفها. لكن الاهلي منظومه كبيره جدا، وكل المدربين الكبار اللي ليهم اسمهم ومن المدربين المنظمين. وخلي بالك النظام مش حاجه سهله برضه، عشان ما نقولش برضه كولر يعني. لا، التنظيم في الكوره حاجه مش سهله. صحيح. وان انت تجبر اللعيب ان هو يحفظ النظام بتاعك والكلام ده حاجه مش سهله. بالتاكيد. وهو نجح مع الاهلي بشكل كبير جدا. ويمكن موسم ان الاهلي يخش ياخد اغلبيه البطولات او كل البطولات السنه دي بالاهلي اللي دخل فيها. دي حاجه مش سهله برضه. صحيح. فطول يعني تحسب لكولر بصراحه يعني، عمل سنه كويسه جدا مع الاهلي. صحيح. كابتن احمد سامي المدير الفني لنادي سموحه، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله واتمنى لك كل التوفيق.